ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن جاوس لو. جاوس لو probably هيبقى في 2 فيديوز. بارت 1 بروف اوف جاوس لو، يعني ايه جاوس لو، جه منين، بنستخدمه في ايه. بارت 2 الابلكيشنز بتاعت جاوس لو في الاسئله. طيب قبل ما نبدا محتاجين نريكاب على شويه حاجات قلناها. قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الكتريك فيلد سترينث، وان الالكتريك فيلد سترينث ده هو كي كيو اوفر ار سكويرد في ار هات، او هو انتجرال كي بره انتجرال دي كيو اوفر ار سكويرد ار هات برضو. تمام، ده اول حاجه قلناها في الفيلد سترينث. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها الفاي او الالكتريك فلوكس. الالكتريك فلوكس ده هو ايكوال كلوز سيرفيس انتجرال اي دوت دي اي. لو حد مش فاهم اي حاجه انا بكتبها يا ريت يرجع للفيديوز اللي فاتت عشان يرفرش الميموري شويه. تمام، طيب تاني حاجه او تالت حاجه قلناها قبل كده ان احنا لو عندنا اريا بالمنظر ده، دي سايد فيو للاريا، هيبقى عليها كومبوننت الاريا بتاعها بيربنديكولار عليها. بيربنديكولار عليها اسمه دي اي فيكتور، كومبوننت الاريا فيكتور. لو السيرفيس عامل كده ساعتها الكومبوننت هيبقى بيربنديكولار عليه دي اي فيكتور. ده معناه ان احنا لو عندنا سيرفيس بالمنظر ده، الدي اريا فيكتور بتاعته بالمنظر ده، وبيعدي في فيلد في نفس الاتجاه، ده معناه ان احنا لو عايزين نحسب الفلكس اللي هو انتجرال اي دوت دي اي، هيبقى انتجرال اي دي اي كوزين ثيتا. سوري، هيبقى انتجرال اي دي اي كوزين ثيتا، وكوزين ثيتا هنا ثيتا ايكوال 0، فكوزين ثيتا ب 1، ذيرفور الفلكس هيبقى ايكوال تو اي دي اي بس من غير الدوت برودكت. ولو اي ده كونستنت، ده معناه ان هتبقى اي انتجرال دي اي اللي هي هتطلع لنا ان فاي ايكوال اي اي، ده للاريا البارالل للفيلد. تمام، طيب جاوز لو بقى ايه؟ جاوز لو اصلا او هو عبارة عن ايه، او كان بيتكلم عن ايه جاوز لو ده؟ جاوز لو ده بيتكلم ان احنا لو عندنا سفير بالمنظر ده، تمام، لو عندنا سفير بالمنظر ده جواها تشارجد بارتكل، لو عندنا سفير بالمنظر ده جواها تشارجد بارتكل، زي مثلا بوزيتيف بارتكل، بوزيتيف بارتكل دي مطلع فيلد بالمنظر ده. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن لو عندنا اوبجكتس ما فيهاش بارتكلز انسايد، ساعتها الفلكس هيبقى بزيرو. مش عايزين ايه نلخبط ما بين دي ودي، لان دي كيس ودي كيس تانية خالص. هناك ما كانش فيه اوبجكت انسايد، هنا فيه اوبجكت انسايد. تمام، فدي دايركشن الالكتريك فيلد. حلو، ايه بقى الـ يعني ايه الكونسبت، او احنا عملنا ايه دلوقتي، او ايه اللي حصل؟ احنا عندنا سفير الاحمر ده، دي سفير، تمام، السفير دي جواها تشارج بارتكلز، وعايزين نحسب الالكتريك فلوكس بتاع السفير، عايزين نحسب الالكتريك فلوكس بتاعه. فهنعمل ايه؟ بسيط، احنا عندنا رول، هنابلاي في الرول. الرول بيقول لنا ان الفلوكس فاي ايكوال انتجرال اي دوت دي اي، وير ان اي ودي اي ار فيكتورز. حلو، طيب هنحلها ازاي؟ هنعمل دوت برودكت في الانتجريشن؟ لا، اكيد الموضوع ابسط من كده. احنا عندنا هنا at any point surface ال area vector بتاعته perpendicular على ال surface. يعني احنا لو جينا هنا زي مثلا بلون مختلف، ال area vector هنا perpendicular على ال surface، تمام. طيب و at the same time ال field طالع كده، which means ان في الكيس دي E is parallel to DA. مش بس بقى في الكيس دي، ده في الكيس دي كمان ودي ودي، في كل الكيسز of a sphere ال field line هيبقى طالع perpendicular على surface as well as the area vector او area vector component. عشان كده ده احنا عملنا كده يعني عشان نعرف نحل اصلا. عشان كده ساعتها الدوت برودكت هيبقى ايكوال
انتجريشن اي دي اي كوزين الانجل اللي ما بينهم، وكوزين الانجل اللي ما بينهم ثيتا بزيرو، يعني كوزين ثيتا بون، which means ان الفاي هتبقى equal to integral e dA بس magnitudes. وفي السؤال كمان ال e او عموما يعني في ال case دي ال e is constant is uniform او constant، which means ان ساعتها ال equation هتبقى equal e لان احنا نطلعها برا ال integration integral dA اللي هي equal زي ما احنا لسه قايلين من شوية e في A. حلو قوي، يعني احنا من هنا عملنا بروف لتاني مره اهو ان فاي ايكوال اي في ايه سينس ان ايه يونيفورم، ان ايه يونيفورم وايه بارالل تو ايه. حلو قوي، استفدنا احنا ايه بقى؟ لا احنا استفدنا ان احنا في السفير عارفين ان فور سفير فور سفير الاريا ايكوال 4 باي ار سكويرد، توتال سيرفيس اريا اوف سفير ايكوال 4 باي ار سكويرد، يعني الفلكس بتاعنا هيبقى ايكوال تو اي تايمز 4 باي ار سكويرد. طب انا كده استفدت ايه؟ لا انا هستفيد لما سمبليفاي، لما هاجي سمبليفاي هلاقي ان اي اصلا احنا قلنا انها فوق بكام؟ بكي اي كيو اوفر ار سكويرد تايمز 4 باي ار سكوير. طيب يعني انا كل اللي استفدته ان انا هكنسل الار دي مع الار دي؟ لا انا هستفيد كمان لما هكمل سمبليفيكيشن اكتر هلاقي ان الكي دي 1 اوفر 4 باي ابسيلون نوت، واللي مش عارف ليه يرجع يتفرج على الفيديو بتاع الكتريك فيلدز. تمام، 1 اوفر 4 باي ابسيلون نوت في كيو في 4 باي، ومن هنا هنكنسل اوت ال 4 باي مع ال 4 باي وهيطلع لنا ان فاي اللي هو اي اي او اللي هو بقى مور جنرال يعني اللي هو كلوزد انتجرال اي دوت دي اي از ايكوال تو كيو انسايد التشارج انسايد ذا سفير over epsilon note، where epsilon note ده is a constant. تمام، epsilon note is a constant وموجود في الكالكوليتر. ومن هنا طلعت الايكويشن الحلوه دي، والايكويشن دي هي جاوز لو. يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى احنا هنا عندنا object جواها charged particle او هي charged من جوه وليها charge بتاع دي q، ده الشارج شارج بتاعها equal q. حلو، عملنا البروف ده وطلعنا ان فاي اللي هي الالكتريك فلكس equal q n على epsilon نوت. طب احنا هنستخدمها في ايه؟ ده بقى part 2 اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. تمام، لحد عنده اي مشكلة في اي variable اي constant مش فاهمه جه منين جه ليه، ارجعوا اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وراجعوا شويه. الناس اللي امتحنت اي هوب تكون عملت كويس، الناس اللي لسه هتمتحن اي هوب ان الفيديوهات دي تنفعكم وبس، وثانك يو. وهنكمل باقي جاوس لو في بارت 2 ان شاء الله.